ساعة الأرض أكبر حشد للمواطنين من أجل الطبيعة في العالم، حيث يهدف هذا الحدث العالمي إلى زيادة الوعي في جو احتفالي عند عامة الناس، وكذا التشجيع على استخدام الطاقات المتجددة من خلال إطفاء الأنوار رمزياً من الساعة 8:30 إلى 9:30 ليلاً يوم 27 من شهر مارس. الجزائر ستكون في الموعد هذه السنة للاحتفال بأكبر حدث بيئي في العالم بتنظيم جمعية سيدرا سفيرة الحدث في الجزائر جلسة تفاعلية حول الموضوع بحضور عديد الفاعلين في المجال الطاقوي في البلاد. يتم إطفاء الأضواء نهاية الحفل وفسح المجال أمام الشموع. كل المواطنين معنيين ومدعوين للمساهمة في هذا الحدث من خلال إطفاء الأنوار لمدة ساعة واحدة يوم السبت 27 مارس بهدف تبني السلوكيات الصحيحة واقتصاد استهلاك الطاقة.